وزنة عرشه ومدار كلماته ومنتهى علمه وقدره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المسخر خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم على الله. كلمة الشكر والشكر واجب على الدرجة من كان مؤمنا ومعترفا بالجميع. نقرأ هذه الآية والسورة لفضيلة مدينتنا الشيخ المصطفى الجيلي الذي تحمل مسؤولية الإسلام، مسؤولية العلم والجهاد والدعوة إلى الله والاجتهاد، تحملا عملا أمانة من أمانة الله، أمانة الإسلام، أن يكون الطلاب جميعا على يديه الفاطرة المباركة، وكان يؤدي هذه الحقوق حق الأداء حتى كان الطلبة كلهم ينتمون إليكم ويفرحون بكم، حتى كانت النتائج أعمالكم عليهم صالحة محمودة. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقكم لهذه العملية، لأنه لو لم يكن كذلك لما سهلها الله لكم. الأخلاق الطيبة المحمودة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نقرأ لهم هذه السورة المباركة ثم فاتحة البقرة، أن يزيد الله لكم كل الخيرات في نفسكم وفي ذرياتكم، جميع المدرسين العاملين لله هنا الذين يرعون أمانة الله ذات أيديكم وذات إدارتكم رجالا ونساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لولا قول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليك معروفا فكافئه، وإن لم تجدوا ما تكافئه فقل يا رسول جزاك الله خيرا. ومجيئي هنا اليوم أردت أن يكون قبل اليوم، وكل عام نأتي من الدروس الحسنية نحاول لكن برنامج الوزارة ربما لا تسامح. أود أن أؤدي كلمة شكري لأن اسمي كما تعرفون داود، وقال القرآن أيمنوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكر. شكركم الله. نشكر لفضيلة سماحة أمير المؤمنين محمد بن السادس الذي كان ولا يزال أبدا بوراثة أجداده يؤدي حقوق الله، النشر العلمي، النشر الدعوة، يحب الأفارقة، هكذا أسس من جديد مؤسسة الأفارقة، ثم أسس مركزا عظيما لتدريب العلم والعلماء بدأوا فيه. لم نجد ما نقول له إلا أن يكون الله معه في حاله وترحاله، ويكون مع المملكة المغربية بالأمن والسلام، ويجعل الله استقرارا بالأمن والسلام لهذه المدينة والمملكة ومما حولها. نقرأ سورة الفاتحة مرة ثانية. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن عملية الدعوة عملية جبارة، عملية قوية جدا، لا يؤديها إلا من اختار الله أن يكون لها الاختصاص. ومن كان الله خير لهذه العملية جبارة كان في سلك الأنبياء والمرسلين.
إذا كان ما هو الإخلاص كمثل ما كان يجب أن يفعل إخلاص في القول، إخلاص مع الطلبة، إخلاص مع الإدارة. لذلك كان لكم عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم الذي يكون لكم اليوم وغدا إن شاء الله. استفاكم الله لهذه الدعوة، استفاكم الله بهذه العلمية ومكنكم له وسهلها لكم، مكنكم لها وسهلها الله لكم، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يفعله سهل له الطريق والوسائل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادكم وفي ذرياتكم وفي جميع ما حواليكم من الأسرين الأقارب والأسر. على ذلك نقرأ مرة ثانية سورة الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا تعلمون. وتوصيتي إلى الإخوة الدارسين، عليكم بالتحمل الأذى، لأن من كان يطلب العلم كما سمعنا عند سادتنا المدير وأمثالهم لابد من التعب والنصر حتى يبلغ الغاية. أنه عليه الصلاة والسلام موسى أدرك ذلك كما قرأنا في سورة الكهف، لقد لقينا في سفرنا هذا نصر. فقد صار واجبا على كل طالب علم أن يلتقي التعب والمصائب والبلايا بأشكالها، إما في القراءة بطء الفهم أو النسيان أو غير ذلك أو العطس أو الجوع، كل ذلك وسيلة إلى النجاة وسببا إلى الخير والسعادة. عليكم أن تتحملوا بزيادة، قد تحملتم والحمد لله، لأنكم لم تفروا عن العلم، مكثتم مع الشيخ مع المدير ومع الأساتذة، يوم جوع يوم عطس يوم عقبة كانت الدنيا. إن لو لم تكونوا طالبين العلم، أكثر الذين يطلبون المال، يطلبون الجاه، يطلبون الدنيا، يجدون أكثر مما تجدون من المتاعب ومن المشاكل والعراقب، وأكثرهم لا يجدون الغاية، لا ينالون ما يرجون. خير لكم أن تمكثوا بالعلم، تكونوا مع الأساتذة المدرسين، تكتبسون منهم الأحوال الطيبة والأخلاق الحسنة حتى تبلغوا الغاية، تبلغوا الغاية. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالنجاة والصلاح والفلاح. نقرأ لكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنما لا بأس به من بعض الكتيبات التي كنا نكتبها ابتداء بكم. عملنا حفلة 40 سنة لتأسيس مركزنا، مركز نور الإسلام، وكنا نكتب كل عام مجلة النور.
كرجائي لا بد من هذا هو السبب الأماكن متغيرة. من صام رمضان هنا عنه لم يصوم لأن هنا كل الرفاهيات المياسر الريح الطيبة والأماكن النظيفة كل هذا الحمد لله لولا أن هناك عمل كثير لما كنت في الحمد لله أن البلاد المنظمة نسيت إلى البلدان عوادل كما مكناس ومراكش وفاس وطنجرة وزان عوادل عشرة كلها منظفة القريبة والبعيدة هذه السياسة سياسة طيبة هداية الله فيها وعناية الله فيها إذا مشينا أكثر من بلدان عربية مثل هذا والله نادرا جدا جدا نسأل الله مولاي العظم أن يمكن البلاد واحد هذه بلد القرآن وبلد الأولياء وبلد العلماء يحفظ بحفظ الله تعالى والله خير حفظه وارحم راحمين جل ما جرى مما تعلمون المشرق والمغرب الله تعالى حفظ المغرب الآن المغاربة ينعمون في أمن وأمان تحت إمارة المؤمنين فلا شك أنها بفضل القرآن هي أن تعلم أن القرآن يختم في كل شهر تزيد من 50,000 مرة في كل مسجد قراءة الحزب الراتب صباحا ومساء والختم يكون في كل شهر وعدد المساجد
الجامعات تزيد على المساجد تزيد من 50,000 والمغافية كان أعظم مشكلة. هذا كله الحمد لله حفظ الله تعالى هذه البلاد ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في هذه بلاد الله تعالى سبحانه وتعالى. كتبنا فيها إن المغارب في أخلاقه مسادهم على المحاسن في أموالهم مزادهم. هذه لحن الواز والسند وجدت ذلك وأحسنوا في سور الدين وانقادوا مناهج الرسل في الأعداء وازدادوا طوائف الدين والأحزاب اعتادوا على المحبة والإصلاح واصطادوا أجدادهم في جهاد العلم اجتهدوا نشر المعارف في أفريقيا شادوا عقائد الدين والأخلاق اقتصدوا فيها مذاهب أهل الفقه إرشادوا. أي لا نجد في هذه المدينة والمملكة اختلاف مذاهب طوائف هذا يسب هذا وهذا يلوم هذا نجاء واحد. ذلك كنا عقائد الدين والأخلاق اقتصدوا فيها مذاهب أهل الفقه إرشاد على القرون كذا الأجيال هم سندوا في عالم الشرك ثم لغرب أوتاد بحر المودة والأمواج ينبئنا عما تضمنه حقا هي الزاد ودور السياسة في الأديان مقتصد فارتاح بال أمير الكون جواد أمير عدل وإنصاف بمن شهدوا إمارة الأرض بالإحسان إسعاد أخبر أيا قلم الإتقان كل فتى حر عن القوم بالأرواح قد جاد والكاز يزهر حتما ما بداخله بياضه بوضوح ذاك إسناد فلا تسلط عليهم ربنا هلكا من المخافة ثم لجوء إمداد واسمهم من شرور الأصل منتصرا لهم على من يواديهم بميعاد من ساد قوما على الإجرام مهلكهم ويفسد الأرض والأنساب إفساد فارحم فقيدين للإسلام خالد.